الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكسب جولة مهمة أوروبيا على صعيد تمكين علاقاته مع حليفين قديمين صربيا والمجر، حليفان مهمان له حققا نصرا انتخابيا في أوروبا الشرقية، نصر يخلط الأوراق في أوروبا خصوصا في ظل حملة الضغط الغربية القصوى على روسيا. ففي المجر، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، حافظ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على كرسي رئاسة الحكومة لولاية الرابعة على التوالي في منصب يشغله منذ 12 عاما. فوز أوربان حليف بوتين يعتبر للكثيرين بمثابة تفويض شعبي لسياسته غير المعادية لروسيا وموقفه من الحرب الأوكرانية. حليف آخر لبوتين زعيم صربيا ألكساندر فوتشيتش يفوز بولاية رئاسية جديدة، حقق فوزا ساحقا مع حزبه التقدمي الصربي في الانتخابات التشريعية الأخيرة. حليفان أوروبيان لموسكو يشكلان حجر عثرة في وجه المساعي الأوروبية لمعاداة الرئيس الروسي، لا بل ويتخذان موقفا مخالفا للغرب من الأزمة الأوكرانية. فأوربان مثلا وصف في خطاب النصر الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بالخصم